بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بيكم في قناة ميليتري إنسكوب. عاوز تتشهر وتجيب مشاهدات؟ اغلط في الجزائر، قلل من شأن الجزائر في السوشيال ميديا. في حملة شرسة على الجزائر في السوشيال ميديا. فعز ما العلاقات الجزائرية السعودية جيدة جدا، لازم تلاقي واحد زي ده محسوب على السعودية عاوز يبس الفتنة بين الدولتين. بعد إذن أهلي وإخواتي في الجزائر، أنا بستأذنكم أني أرد في حلقة النهاردة إن شاء الله، هرد بالمنطق وبالدلائل. لو أي حد كلمكم في الموضوع ده خلوه يشوف الحلقة دي، لأني جمعت فيها معلومات مهمة. أنا هرد على واحد سعودي بيقولوا عليه أنه باحث اسمه ماجد مزعل. الشخص ده قال إيه؟ قال لا توجد مقبرة مليونية في الجزائر، يضعون جماجم في صندوق ويقولون هذا مليون. يعني من الآخر كده الشخص ده بيشكك في وجود أكتر من مليون شهيد في الجزائر. تعرف يا ماجد أن أكتر من مليون شهيد جزائري كانوا في فترة الاستقلال بس، لكن عدد ضحايا الجزائر من الاستعمار الفرنسي طوال 132 عام ممكن يصل إلى أكتر من 7 مليون حسب ما ذكره المؤرخ الفرنسي جاك جورك. طبعا يا ماجد انت شايف الرقم ده كبير جدا صح؟ تعرف يا ماجد يوم 8 مايو سنة 1945 فرنسا قامت بمجازر واستشهد 45 ألف مواطن جزائري. دي مجازر 8 مايو، يعني فترة قليلة، فما بالك ب 132 عام، فما بالك بفترة حرب الاستقلال اللي كانت بين سنة 1954 إلى 1962. مش هكلمك عن إبادة قبيلة كاملة في شهر إبريل سنة 1832، قبيلة العوفية، ومش هكلمك عن مجازر كتير زي محرقة أولاد رياح وغيرهم. أنت يا ماجد مستغرب عن استشهاد أكتر من مليون جزائري في سنوات كتير، ومش مستغرب يا مجدي عن مقتل أكتر من 800 ألف مواطن من رواندا في 100 يوم فقط. وفي تقرير بيقول أن فرنسا كانت متحالفة مع النظام الحاكم في رواندا وتتحمل المسؤولية. يعني أنت يا ماجد مصدق أن 800 ألف يتقتلوا في 100 يوم، مش مصدق ان اكتر من مليون جزائري يستشهدوا طوال السنين دي على يد مستعمر فرنسي غاشم كان معاه اقوى الاسلحة في الوقت ده؟ طبعا يا ماجدي هتقولي هو فين قبور الشهداء دول كلهم؟ المفروض يا ماجد انك باحث، والباحث شغلته ان يبحث عن المعلومة. وعيب قوي يا ماجد واحد زي انا المعلق المصري صاحب القناة الصغيرة على اليوتيوب، انا مش صحفي وما عنديش امكانيات ومش عندي استوديو تصوير، عيب اقول لك انا المعلومة. لكن هقول لك المعلومة حاضر. قبل ما تسأل اين مقابر المليون شهيد، هل يا باحث قرأت المقال ده على موقع العربية؟ هل قرأت ان في سنة 2001 اكتشفوا مقبرة جماعية ل 650 شهيد؟ وطبعا مساحة الجزائر كبيرة جدا، يعني اعتقد هنلاقي مقابر جماعية كتيرة لشهداء في الجزائر دفنتهم فرنسا لاخفاء جرائمها. وحسب المقال يا ايها الباحث، فرنسا كانت بترمي بعض جثث شهداء الجزائر في الابار زي ما حصل في مجزرة سيفيزيف بسيدي بالعباس، ده غير جثث كانوا بيرموها للكلاب، وفي جثث كانوا بيحرقوها، وفي شهداء تم ضربهم من السماء بالطائرات. ما سألتش عن التجارب النووية اللي كانت بتقوم بيها فرنسا في الجزائر وضحاياها. اقرأ يا باحث، اقرأ وعتعرف في مفقودين كتير في الجزائر بدون قبور معروفة حتى الان. لو اي حد من الناس اللي بتستغرب من ارقام شهداء الجزائر وراح زار الجزائر ودخل كل بيت، صعب ما يلاقيش في كل بيت جزائري شهيد، او ما يلاقيش جد او عم شارك ضد الاستعمار الفرنسي. ايها الباحث ماجد، شعب الجزائر شعب مقاوم للاحتلال، لا يقبل ان يرى ارضه محتلة. كل الشعب الجزائري كان بيقاوم الاستعمار الفرنسي، وكان في من الشعب بيواجه الاستعمار بايادي عارية، يعني بدون سلاح يذكر او بدون سلاح متطور زي اللي كان في ايد فرنسا. علشان كده استشهد الكثير من الجزائريين. الجزائر لم تتوقف طوال 132 عام عن المقاومة. اقروا وابحثوا، كانوا الجزائريين بيقاوموا ضد الاستعمار بقلوبهم، وكان بعض الاحيان كانوا بيقاوموا بدون منطق وبدون تكافؤ، علشان كده استشهد الكثير منهم. المهم عند الجزائريين الشهادة او النصر، ومبدأهم من زمان نعيش صقور عالية أو نموت أسود شامخة، لحد ما الحمد لله بسبب تضحياتهم نالوا استقلالهم. وفي النهاية علاقة السعودية والجزائر الحالية أعتقد بتؤلم البعض، وخروج الشخص ده تحت اسم السعودية هو دخول فتنة بين الشعب الجزائري والسعودي. الروابط التاريخية بين الجزائر والسعودية لم تتأثر بسبب شخص مثل هذا. دايما في محاولات لزرع الفتن بين الشعوب،
موضوع الباحث ده فكرني بقضية أميرة براوي لما حاولت فرنسا تورط الجزائر مع عداوة مع تونس لكنها فشلت الحمد لله. هل متضايقين لما قال رئيس تبون إن السعودية مستهدفة وهنقف بجنبها؟ هل متضايقين لما سفير السعودية قال إن في محاولات بائسة لخلق الفتنة بين الجزائريين والسعوديين تقف وراءها حسابات مجهولة؟ وفي النهاية حفظ الله الأشقاء وتحيا الأمة العربية والإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.